إن فرشت في الهاوية فها أنت، إن أخذت جناحي الصبح وسكنت في أقاصي البحر فهناك أيضا تهديني يدك وتمسكني يمينك. نورك وحقك هما يهديانني ويأتيان بي إلى جبل قدسك وإلى مساكنك، فآتي إلى الله بهجة فرحي. لأنه هكذا قال السيد الرب: أذناك تسمعان كلمة خلفك قائلة: هذه هي الطريق، اسلكوا فيها يا ابني لتلاحظ عيناك طرقي.